وصلت إلى مطار القاهرة الدولي طائرة خاصة تقل سيارة الرئيس المشير عبد الله السلال رئيس جمهورية اليمن في زيارة قصيرة للقاهرة. واستقبل الرئيس جمال عبد الناصر الرئيس اليمني ورحب بمقدمه وهنأه بسلامة الوصول. كما كان في استقبال سيادته نواب الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء وكبار الضباط. وعزفت الموسيقى سلام البلدين وأدى التحية حرس شرف.